بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق شوطنا الثاني عشر مخصص للجعدان. الله يلي في المركز الاول اللي في مقدمة هذا الشوط الذيب علي بن محمد بن سيف بن حسين. اللي في المركز الثاني ثاني المراكز المندوب سالم بن بخيت بن رشيد السويدي. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث مهاجر خلفان بن احمد بن عيسى بن شقوي. رابع المراكز اللي في المركز الرابع شاهين سلطان بن مهير بن سعيد بالعجيد الكتبي. خامس المراكز اللي في المركز الخامس بدع الثلاب حمد بن عبد الله بن حميد الكتبي. الله يلي في المركز الاول مندوب سالم بن بخيت بن رشيد الكتبي. يلا يا بن رشيد شعار ملهمه في شوطنا الاول وحصلت على التوقيت الافضل. الله دقيقتين سبع ثواني. اللي في المركز الثاني ثاني المراكز شاهين سلطان بن مهير بن سعيد بالعجيد الكتبي. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث هواكم مبارك بن خاتم بن مبارك بن قحيص الكتبي. الله يا المندوب يا سلام يا المندوب. الله على هذا الاسم الجميل. الله اسمه جميل وفعله جميل سلام فعله جميل ومميز. سلام يا المندوب سلام يا الخوانيد سلام. راح عنهم بعيد راح المندوب طار. هاي لحظات وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس المركز الثاني. اللي في المركز الثاني شاهين سلطان بن مهير بن سعيد بن عجيد الكتبي. المركز الثالث اللي في المركز الثالث هواكم مبارك بن خاتم بن مبارك بن قحيص الكتبي. اللي في المركز الثالث دبلوماسي حارب بن يمعه بن صبيح الجلاد. اللي في المركز الثاني الجلاد لعبد الله بن راشد بن جاسم المسافري. التوقيت الافضل التوقيت الزمني دقيقتين 12 ثانية 89 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.